نحن والاقتصاد من صوت لبنان. مرحبا، منقدم لكم حلقة جديدة من برنامج نحن والاقتصاد. اعداد وتقديم باميلا ابراهيم قصيفي، يلي بتتابعوها عبر الموجات التالية 100.3 و100.5 FM وين ما كان بالعالم على vdl.me. الحياة الاجتماعية بلبنان ما زالت متماسكة، لكن ظروف الناس الاقتصادية اخرتهم عن بعضهم البعض. نحن مش بحالة يأس، لكن ناطرين الفرج. حلقة مميزة جدا مع ضيفتنا لليوم الناشطة بالشأن العام ساندرا خلاط وبسمة. أهلا وسهلا فيك ساندرا، والمسيح قام. حقا قام. بدي عايديك وعايد كل المستمعين كمان. بدنا نعيد كل اللبنانيين يلي بيعرفوا قيمة الموت وبيرجعوا الأيامة. وبيرجعوا بيعيشوا الأيامة. نحن كتير بظروف لبنان الصعبة الاقتصادية والتراجع شوي بحياتنا الاجتماعية، أنا بقول شوي دايما بحب لطفة، والدين يلي نحن عم نشوفه بالعالم أجمع من حقد وأمور صعبة، كيف بدنا نوصف العمل الاجتماعي اليوم؟ أنا بلاقي يعني موت وقيامة يسوع نحن منعيشها كل يوم بالحياة الاجتماعية، على اللي منشوفه كل يوم وقتها بيوصلوا العيال اللي منهارين لعنا دموعنا عم تنزل، وهالتعاسة اللي عم نشوفها يعني عايشين من قلة الموت. وأنا بعتبر أنه بالأخير يعني هيدا اليأس اللي عم بيعيشوه من وراء الوضع الاقتصادي، هيدا موت يومي للعيال اللبنانية اللي مش بحاجة يعني لمرض واحد تيموت أو موت جسدي، بس هو هالموت اللي الروح اللي ميتة قد ما يأساني. مشان هيك أملنا كبير يعني نضلنا أول شيء العيلة هي كتير أساسية بلبنان، لأنه هي مصدر فرح ومصدر يعني وحدة ومصدر أمل لكل واحد عنده عائلة، عنده أشخاص حواليه عم بيقدروا يسندوه، مش حتى ماديا بس، وقت نشوف العائلة متماسكة منشوف أنه في أمل، وقت منشوف كمان الأشخاص اللي متأملين بيسوع المسيح اللي هو قام من الموت واللي عطينا الحياة التانية الحياة الأبدية، بس هي كمان حياة يومية، عطينا الرجاء وعطينا الفرح وعطينا الأمل أنه ما ينقص، لأنه بالأخير هو موجود حدنا ومادد إيده لقلنا. صح، نحن يعني الأرض هي يعني ما بعرف في عالم بتحس وقت انه هي جهنم، بس وقت نعرف انه نحن عم نطلع لفوق وعم نطلع بالقيامة وعم نطلع بهاليسوع اللي تعذب كرمالنا وتألم كرمالنا، اخذ كل ألامنا، يعني نحن لازم دايما نقول مع ألامك يا يسوع وكله بيمشي. قبل ما فوت بالأرقام الاقتصادية وتراجع اكيد وزيادة نسبة الفقر بلبنان تحديدا، بدي اتوقف قدام مشاهد الألم يلي شفناها بالفترة الأخيرة، وتحديدا من الحريق اللي صار بكنيسة نوتردام بباريس، وإلى طبعا العمل الإرهابي يلي صار على المسيحيين تحديدا بسريلانكا. بدي أقول شغلة، شفنا التهافت لإعادة بناء الحجر والكنيسة بنوتردام، وما فينا ما نقول انه كلنا منشجع هذا العمل، وما فينا ما نقول انه كلنا بتعليل لنوتردام وين ما كان بالعالم، لانه بتمثلنا وين ما كان، منترك شقفة منا وقت منزور باريس، منحس انه العذراء مرافقتنا من باريس الى لبنان وين ما كان بالعالم. طبعا 13 مليون شخص بيزوروها سنويا، وطبعا طبعا انه هيدا تاريخ كمان للكنيسة. كل العالم قالت بدنا ندفع ونرجع نعيد البناء، وكل الناس ما بعرف قدي شفت انه في دعم لموت الناس بسريلانكا، لكن بإعادة بناء الحجر الناس كلها بتجمع، لكن مرات وقت بدنا نطعمي شخص فقير مش كل الناس بتركض من نفس الطريقة. اتهامات ريتا، هل هيدا صحيح برأيك؟ انا ابدا ما بحب ارين، انه ما
بعدين اللي بده يعطي كل واحد بيعطي محل ما هو بحس. في كتير ناس بتعطي لبناء كنايس، في ناس بتعطي للأمراض، في ناس بتعطي للفقر، كل واحد هو حسب شو عايش بحياته بيكون عنده ضعف معين. العطاء أوقات، وكتير أوقات بتشوف جمعيات بتخلق من وراء مصيبة أصابت العائلة. سو كل واحد هو وين البوان فابل تبعه، مشان هيك ما بحب أعمل جوجمان أبدا وما بحب قارن. البوان كومان تبع كل هدول المصايب اللي عم بيصيبوا العالم، اللي أنا بلاقي إنه الشر عم يقوى، الشر عم بيطال كل الناس ما بقى فيه تقولي هذا بلد آمن، ما مين فكر بسريلانكا يعني. سو الشر عم بيقوى، عم بيدمر، عم بيقتل، العنف عم بيزيد. أنا هذا بشوفه وبلاقي إنه بركي عم بيطال أوروبا أو البلاد اللي عيالة تفككت وبعدت عن الله وصارت عم بتروح على الشواذ أكتر وعم بيطلعوا قوانين ليشجعوا الشواذ، وبتشوف إنه المصايب لحطالهم أكتر وأكتر لأنه هن عم ببعدوا عن الله. بعتبر إنه لازم الارتداد ضروري، لازم واحد يرجع يتمسك بالعائلة وبالإيمان وبالله. هيدا يعني ما في عنا وسيلة تانية تنحارب الشر اللي عم بيتمادى. الشر بيحرق وبيدمر وبيكسر وبيقتل، ونحنا كلنا لازم نكون جبهة ضد الشر، والجبهة الوحيدة هي الصلاة والوحدة والعائلة. هذا كل شيء بدي أقوله بالموضوع. مين بده يساعد وين؟ كل واحد حر يساعد محل ما بده، ويحط مصرياته بالأخير محل ما بده، وهذا الشيء كتير صحيح. ونحن لازم نفكر مطرح ما في دمار نرجع نعمل أعمار بالبشر وبالحجر، لكن دايما لازم نفكر بغيرنا. صح. ونرجع نتماسك بعد كل مصيبة عم نشوفها، والمصائب للأسف عم بتكون كتيرة مثل ما ذكرتي. اليوم عم يشهد لبنان تراجع اقتصادي، عم يشهد حالة انتظار مثل ما بلشت وقلت بالمقدمة تبعي، ونسبة الفقر عم بتزيد. شو عنا أرقام وشو عنا حلول للأرقام؟ خلينا نبلش بالأرقام. الأرقام بتخوف صراحة. أول شيء الأرقام، كل ما بتفتش أرقام بتعليك أرقام قديمة، شيء أول النزوح النزح يعني، أول ما بقجوا ما في يعني أرقام 2018-2019، الأرقام قديمة يعني أكيد بدك تزيديها. عنا أنه البطالة عند الشباب 40%، هيدا عن جد من كم سنة يعني، اليوم أكيد زادت كتير. شو يعني 40%؟ يعني تقريبا نص الشباب عاطلين عن العمل، يعني هيدا شيء دراماتيك. ما بعرف إذا في شيء بلد بالعالم عنده يعني دراماتيك. وبذات الوقت عندك بأقل من 10 سنين زاد سعر المواد الغذائية الأولية 40%، يعني كمان كأنه إنه يعني كل شيء غلي، يعني ما عندنا شيء بروبورسيونال، في غلاء المعيشة، في ناس عاطلين عن العمل. بعدين بيقولوا الحد الأدنى 450 دولار. نعم، شو بيقدروا يعملوا؟ بس أنا بدي أقول لك شيء تاني. أول شيء نحن كان البحث إنه مفروض يعني كبلد حضاري، بس أكيد أكيد في إلها يعني يعني إذا واحد بيزيد الحد الأدنى بذات الوقت بيكون عم بينفع العائلات، بس بذات الوقت البتيت إمويانز أنتربريز ما بعرف قد بيحملوا، لأنه اليوم ما عم بيحملوا، بيدفعوا الشركات بتدفع الكهرباء فاتورة روبل مع الموترات، وبيدفعوا الإنترنت كثير غالي، وبيدفعوا يعني الشركات واقفة على سوس ونقطة. ومنعرف كم شركة سكرت أبوابها هديك السنة، وصاروا قد في ناس عاطلين على العمل. يعني بذات الوقت ما فيك كتير تشدي على الحد الأدنى تيطلع، لأنه الشركات ما عم تدفع هالمعاشات. بس كمان أبراليل ما بتشوفي عنا 1.5 مليون لبناني، هو اللي كمان الإحصاءات تبع 2016، نحن صرنا 2019، 1.5 مليون لبناني يعني عم بيقولوا تلت اللبنانية، بس أنا يعني تلت يعني نحن إذا 4 ملايين يعني عم نقرب عن النص اللبنانية عم بيعيشوا بأقل من 120 دولار بالشهر، يعني حتى ما بيوصلوا للحد الأدنى. يعني هالقد الحالة تعبانة، مش تعبانة دراماتيك، ما في يعني ما معقول يكون في شيء أضرب من هيك. ما بعرف
في شريحة كتير 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 صغيرة من اللبنانية اللي هن عايشين عن جد بغير كوكب بغير بابل، يعني هن كل المصاري هن معونيها، عم نحكي ما بعرف عن 2% 3%، والباقي عايشين بحالة يعني حالة صراع يومي. هذا اللي بنقوله، عايشين من قلة الموت، وهذا اللي عنده شو هن الموت. يعني المرة اللي تجي لعنا عم تبكي ما معها تشتري دواء لابنها، يعني ما في أبسط الأمور. يعني إذا الحد الأدنى $450 وهن أصلا ما عم بيقبضوا، وحيلا أوضة بدك تستأجيها تتعيشي فيها $600، ما فيها أجار أقل من هيك، عم نحكي ببيروت. طب ما بعد ما قدروا استأجروا أوضة، بعد ما أكلوا، بعد ما يعني العالم عن جد عايشة من قلة الموت. ما بعرف، عم بسمع التليل الخطط الاقتصاديين امبارح كانوا عم بيحكوا في دي مزور أبرانت، في خطوات لازم تتاخد، بس بعدهم بعد ما فكروا شو هن، يعني بعد ما بلشنا ناخد الخطوات. يعني ما بعرف لوين رايحين، يعني ما بيحمل البلد. بقى نحن عم نموت مع المسيح كل يوم بهذا البلد برجل القيامة. برأيك اليوم إذا قررنا وضعنا بين السنة وسنة الماضي ساندرا، بحسب ما عم تشوفي على الأرض اليوم من نسبة مساعدة عند الناس يلي قدرة تساعد بركب 1000 ليرة، مش رح نقول أكتر، وبين نسبة ناس عم بتطالب بالمساعدة، شو بتقولي؟ لا أبدا مش بروبورسيونيل. أول شيء المساعدات مش خفت، شحت، ما في بقى مساعدات. العالم كله خايفة على حالها وعلى مصرياتها، واللي حاطت شوية مصاري على جنب مش عارف شو ناطره. سو ما حدا بقى عم بيساعد ولا عم بيعمل دونيشن. من هالمنطلق أكيد الجمعيات الخيرية وكل الجمعيات اللي عم بتساعد هن أول يعني المتضررين، لأنه بالأخير ما فيك تساعد إذا ما حدا عم بيساعدك. يعني ما في سر، المصاري ما بده يجي بالباراشوت. يعني والعيال عم بتصير كئيبة وعم بتصير تعيسة وعم بيزيد الحاجة على كل الأصعدة، إن كان على الصعيد الطبي التربوي الغذائي حتى السكن، ما في شيء يعني ظابط. مش والدولة ما عم تقدر تساعده، بالعكس. يعني هلا إذا بتعرفي إنه الموازنة تبع الدولة بالأخص بالوزارتين اللي هي خاصة مباشرة بحقوق العالم وبمساعدة الشعب اللبناني، اللي هن وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة، هن هلا أكتر وزارتين المتضررين، يعني اللي هن أكتر وزارتين اللي هن لهم علاقة ديركت بمساعدة اللبنانية. أكيد ما في منو بروبورسيونال، يعني شحت المساعدات من ميلة، ومن ميلة تانية الحاجة مش عم بتزيد، يعني صارت عم بتزيد بسرعة جدا كتير على الأرض. اليوم الملفت بلبنان أنه عنا من كل الجنسيات، وعنا هالجنسيات عم بتطالب بالمساعدات على أرضنا. قدي هيدا الشيء أثر سلبا على اللبنانية، وخاصة بظل الانكماش الوضع الاقتصادي، قبل ما ننقل على مواضيع تانية. هلا اللبناني بحد ذاته هو عنده هيدا الطابع اللي بحب يساعد وبحب يروح صوب الآخر وبحب عن جد يعطي عنا العطاء، ودغري بنركض ودغري بنساعد. ومنشوف قد ايه كان عندهم لهفة اللبنانية على الصوب، يعني كانوا عم بيساعدوا النازحين، لأنه ما في حدا يشوف إنسانية الناس عم تتعذب بهالطريقة وما يعمل شيء. أكيد بس هن المشكل إنه الضوء أو الإعلان منو عم بيفرجي الصورة الحقيقية لعذاب اللبنانية. يعني عم نشوف انه النازحين عم بتعذبوا، بس ما عم بيشوفوا من ناحية الاخرى، لانه الاعلام منه على اللبنانية كتير بيستحوا وكتير عندهم من كرامتهم وقوع واصحى، وشو بده يقول الجيران، شو بده يقولوا اصحاب ولادي اذا شافونا على التلفزيون عم نحكي. بعده الفقر تابو، وهيدا شيء ابدا ما نفعهم، لانه الناس عم بيشوفوا المشاهد على التلفزيون بالخيام والنازحين والولاد بالتلج عم بيرقدوا، اكيد يعني انسانيا، بس بذات الوقت ما ينسوا انه ولاد بلدهم
أضرب، عايشين بظروف أضرب. يعني نحن اللي عم نشوفه بالبيوت، ما في بيوت، ما في تخوت، ما في أبسط الأمور ببيوت اللبنانية. وعم نشوف هلأ اللبنانية صاروا على الطريق، أنا بعرف عائلة عايشة هلأ بباركينج. بس مشان هيك عم نقول نحن ساعدنا قدي صار 8 سنين. يعني الاكزرسيس عنده ليميت. يعني اللبناني وقت عم بيغرق ولبنان عم بيغرق ومستشفياتنا ما بقى عم بتساع ومدرسنا ما بقى عم بتساع وباصاتنا ما بقى عم بتساع ومؤسساتنا كلها ما عم بت... يعني نحن الانفراستركتور والمساعدات ونحن بلد كتير كتير فقير وشعبنا فقير. وبعدين عم بيحلوا بالاشغال، يعني الخضرجي متضرر والكوافير متضرر واللي بيعمل اللي بتشتغل بالضفير متضررة واللي يعني واللي ببيع لحام كمان يعني ما في سيكتر ما فيتوا فيه. بعدين هني ما بيدفعوا ضرائب، نحن ندفع ضرائب. يعني هيدي الاشياء اللي مش عادلة، انجستيس. ما حلو الانجستيس، يعني حلو العدالة. العدالة لأنه بالأخير حلو كمان نحن نطلع بأهل شعبنا ونقول أنه نحن لازم نكون وطنية وما ننسى أنه في ناس عم تتعذب، في ولاد عم تتعذب بقلب بلدها، ما فينا نتركها عم بتموت أو تهاجر وتقول لا هذا البلد مش إلنا. لا، كيف هذا البلد مش إلنا؟ هذا بلدنا، نحن اللي بدنا نبقى هون، مش نحن اللي بدنا نفل. ما في حدا يخلينا نفل. مشان هيك أول شيء إجا كتير 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 مصاري على كل الوزارات، على وزارة التربية، يعني كرمال المدارس. ما بنعرف إذا يعني مفروض يكونوا كل هالمصاري انصرفوا صح، انصرفوا صح. وإذا انصرفوا صح إجا كتير كتير يعني أموال، يعني كتير مبالغ كتير كبيرة. وينن؟ ما بعرف وينن. بس إنه إذا وصلوا محل اللي صار ليه نمسي. بعدين في شغلة إنه طب إذا واحد بده يجيب ولد كل سنة بالخيمة، ما بعرف إذا هيدي مسؤولية اللبناني كمان تساعد. يعني نحن ما عنا هالقد أولاد. بيقولوا في 300 حوامل هلا، 300 نساء حوامل بسورية بلبنان، ما بعرف إذا مزبوط بس مكتوبة بالنهار كانت. إذا بدهم يولدوا بلبنان هتبقى مصيبة. نحن 4 ملايين، يعني بعد سنتين ثلاثة ما بعود في لبنانية، يعني بصير في ناجحين أكتر من اللبنانية. لازم الدولة تاخد مسؤوليتها وإجراءات سريعة 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 جدا. كيف عم تتطلعوا اليوم للاستمرارية على الأرض، خاصة أنتم ناشطين بالحق العام يعني بالشأن الاجتماعي وكذا، بس تقعدوا مع بعض، بس تجتمعوا بمراكز القرار، بس يعني في سؤال كتير كبير عنا أزمة وجود واستمرارية على كل الأصعدة. عنا مشكلة حتى يعني جوهري، يعني لبنان رح يبقى لبنان واللبنانية رح يبقوا بلبنان. يعني صرنا ما عادت منه شيء، منه ما بقى شيء إنه حدا يتهمنا بالعنصرية. صار عنا كيستيون إكزيستانسيال، يعني صارت إنه بشكل هذا الوجود خطر على نحن، على كياننا، على بلدنا، على أرضنا، على شعبنا. لا، نحن وقت بنجتمع ببصمة أكيد ما بنحكي بهالأمور. نحن أصلا ما بنحكي بالسياسة، نحن بنحكي بالاستراتيجية تبع بصمة وبالمساعدة. بس نحن ليش اليوم مثلا أخذنا نحن القرار اخدينه من 2003؟ أول ما بلشنا نحن بلشنا من 2002 كنا نساعد الكل. نحن عنا منساعد العيال، عنا خطة عمل لكل عائلة. العائلة منستعدها على كل الأصعدة، إن كان التربوي لإلى شغل وهيك. ومن الأول لاحظنا أنه وقت نساعد العيال مش لبنانية، مش عن عنصرية، بس خطة العمل ما بتمشي، لأن ولا فينا نوظفهم ولا فينا نسجهم مدارس ولا هي. وما خص النزوح وما خص العنصرية وما خص السورية، نحن لأنه نحن الميسيون تبعنا نوصل العيال يهتموا بنفسهم للاستقلالية المادية والمعنوية. هيدي الميسيون تبعنا، ما عم نقدر كنا نتوصل لهالميسيون بخطة العمل مع العائلات مش لبنانية، إن كانت مصرية أو كانت إثيوبية أو فلبينية، لأنه ما فينا ولا نلاقي لهم شغل ولا نعلمهم ولا يعني ما البلان داكسون تبعنا خطة عمل بتوقف ما بتمشي. أخذنا القرار من أول الطريق إنه نحن نساعد العائلة اللبنانية، وضلينا هيدي الميسيون ماشيين عليها لليوم، ما غيرنا. نحن من أول هيدا مش على عنصرية وما خص النازحين، هيدا الميسيون نحن منقينا من أول الطريق. أنا بعرف، بس أنا عم بقول إنه إذا كل ما شخص بده يساعد ما بقى قادر يعني يعطي مساعدة، وإذا والأشخاص اللي عم تطلب مساعدة عم بتزيد،
واللي كان يساعد صار بده مساعدة، فكيف صح كيف رح الكل يستمر على الأرض؟ يعني شو الخطة؟ ما بعرف في الخطة بلبنان، ما بقى في حدا عم بيقدر يساعد أو كتير قليل، بعدين كتير قليل وجمعيات كتير كتار كمان، يعني إنه مشان هيك لكل جمعية عم بيوصل كتير قليل. دونك ما بعرف الحل إنه نتجه لبرا للسفارات وكل الانترناشنال اورجانيزيشنز بيساعدوا بس للجمعيات اللي عم تساعد النازحين. وحتى بنعرف انه اليو اس امباسي اذا بتفوت على الويب سايت تبعهم في مساعده مشروطه للبنانية، يعني بيساعدوك عشرت تكوني عم تساعدي 50% لبنانية 50% نازحين. دونك ما في مساعدة للبنانية بحت، بس بدون تكون مساعدة مشروطة. هيدي لأنه بيعتبروا أنه لبنانية بأراضيهم وهن نازحين، ويمكن نحن مش بحالة حرب وسوريا بحالة حرب. يعني ما بعرف شو بيعتبروا، بس هيدي مساعدة مشروطة. مش هيك نحن يعني لازم واحد يتجه بركة للإكسبات، يعني اللبنانية اللي برات لبنان اللي معهم أموال، اللي ما بعرف إذا هن الوحيدين اللي هلا قادرين إذا كانوا متمولين يساعدوا جمعيات اللي بلبنان ويساعدوا اللبنانية ببلدهم، كرمال اللبنانية يضل صامد وواقف ويضل يبقى ببلده. المشاكل بالمنطقة العربية اليوم أثرت كمان سلبا مثل ما على تحويل على لبنان، يعني يمكن اليوم إذا في سيدة مجتمع كانت تساعد من وراء أولادها بيشتغلوا برا أو رجالهم بيشتغلوا برا، اليوم كمان صاروا يحسبوا المداخيل يلي ممكن ترجع توصل على لبنان. حالة الطوارئ أعلنت مع الجمعيات ولا لا ولا كيف؟ لا أكيد كل الجمعيات عم بتعاني كتير كتير، يعني ما بقى في جمعية بالأخص اللي كانوا عم بياخدوا مساعدات من الوزارات أو من برا، كمان كل الجمعيات اللي كانوا عم بياخدوا من برا شحت مساعدتها. لأن احنا بس ما بتمشي ببلان بي، لأنه أول شيء نحنا مش متكلين ولا مرة أخذنا من الدولة مصاري ولا مرة أخذنا من برا من الجمعيات الانترناشنال أورجانيزيشنز ولا من السفارات. نحنا عنا بلان بي، نحن بنشتغل اوقات اذا مش على المصاري اللي بده يعطينا مواد غذائيه، اللي بده يعطينا بيتون، اللي بده يعطينا براده تنرمم البيوت، اللي عنده جاليري في يعطينا تخوت وكنادات، يعني تنتعاون كلنا مع بعض. يعني نحن مشان هيك عم نقدر نستمر بظل الازمه الاقتصاديه، لانه بس ما بتشتغل يعني نحن اكيد منعوز مصاري سينو ما فينا، يعني عنا بالاخير مدرسة، عنا مطعم البسمة للمسنين اللي بيفتح كل يوم بيتعمل، اكيد يعني ما ندفع اجار هالامكنة، بدنا ندفع الاشياء يعني ابسط الامور بس اللي هي بتجمع يعني انه بالاخير. بس اكيد نحنا فينا نمشي بلان بي وقتها الناس عم بقدر تعطينا ناتور مش ان اسباس، يعني اللي عم بيعطينا مواد غذائية واللي عم بيعطينا هلا تيب اكيد بيجينا كتير، بس اللي بيعطينا اهم شيء مواد غذائيه كمان كوكت ميلز يعني الطبخ، وكمان اللي عم بيعطينا اشياء تنقدر نرمم ونفرش البيوت. ان شاء الله كل شخص قادر يساعد يساعد من مكانه، وشخص المناسب الجمعيه المناسبه الفكره يلي داعمها. لكن اليوم مثل ما الكل بيدعي لا وقت يكون في عمل معين بدنا نغير فيه، وقت نكون بدنا نعمل شغلة منيحة كلنا ندعي أنه نبلش بطريقة بسيطة ومن بيتنا ومن تفكيرنا ومن يومياتنا. فالكل اليوم مدعو بهذا النهار المبارك ونهار القيامة أنه نطلع بغيرنا لو بطريقة كتير 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 صغيرة، لأنه إذا كل شخص قرر يفكر بغيره فغيره بيفكر فيه وبيرتد التفكير مثل ما بيقولوا. يعني هيك صرنا مسيحيا بدنا نفكر، بفتكر ساندرا أنه ما تفكر بنفسك، فكر بغيرك، تغيرك يفكر فيك، وهيك بترجع بتبرم المساعدة. أكيد لك، بس أنا بدي أقول لك أنه هو يسوع بقيامته نرجع نحتفل من بعد الأحد تبع إيستر، نحتفل بأحد الرحمة الإلهية، وهو نبع الرحمة ونبع المحبة ونبع كل الأعمال الخير. يعني ما في محبة إن كان بالعائلة أو بالمجتمع أو بجمعية أو بدأ تنبع من يسوع، لأنه هو الرحمة، هو المحبة، هو الحياة. مشان هيك لازم الناس تحطوا بالعائلة،
بتتمسك العائلة، وقتها بتتمسك العائلة بتتمسك كل المجتمع وفي رجع. بس الصلاة هي الجبهة الوحيدة، برجع بكرر، تنقدر نحن نواجه الشر اللي عم بيكسر مجتمعاتنا، واللي عم بيكسر عيالنا، واللي عم بيجتاح كل يعني حتى الفقر. يعني كل شيء منه منيح هو الشر. بقى نحن خلينا إيماننا كبير ورجائنا كبير بيسوع المسيح وبقيمته، وتنقدر نضلنا صامدين بعيالنا وبمجتمعنا وبلبناننا كمان. سؤال أخير لك قبل ما نختم هذا اللقاء المميز لليوم نهار القيامة، وسؤال وجداني وعميق جدا وبدعي كل اللبنانيين طبعا يفكروا فيه. برأيك صار الوقت أنه مجتمعنا بلبنان يصلح حاله؟ وبقصد بهذا الموضوع أنه بنينا آخر فترة حياتنا على المظاهر، صار لي لازم نرجع نوقف وقفة ربانية باستكر بيننا وبين حالنا. أنا ما بحب أجزم على اللبنانية، لحقلك ليه. اللبنانية عايشوا حرب طويلة، وإذا بتشوفيهم اليوم عايشين على المظاهر هن زيتهم جيل الحرب اللي قعدوا بالملاجئ عشرات السنين، واللي بعدين مدري كيف برموا الصفحة وبدون يعيشوا وبدون يعني مثل فشة خلق. ما بحب أجزم عليهم لأنه اللبناني عايش أيام كتير كتير صعبة، بس أكيد بركة هيدي الفترة هي ضرورية كمان تصير مثل أوروبا ومثل كل هالمجتمعات اللي نسيت ربا والعيلة، وصار يعني صار الشواذ هو القاعدة، وصار النورمال صار أنورمال. يعني صار إنه إذا واحد متدين أو متماسك بعائلته صار هو الغلط. يعني لا، لازم نرجع على الروبير تبعنا، ضاعت الروبير، صار الارتفيسيال يعني مزبوط، واللي قاعد يعني لازم يرجع واحد يعيد النظرة شو هن الروبير المزبوطين. نرجع نبني حالنا، لازم نبني حالنا، بس ما بدي عم ججمع لأنه الضياع بركة حق لجيتين من بعد الحرب، بس لازم نرجع على الـ يعني 30 سنة من بعد الحرب على الجوهر. ايه 30 سنة صار في فساد وصار في فلتين وصار في هذا، بركة خلص رجع الوقت هلأ يرجع واحد يرجع يعمل يعيد النظر بكل شيء عشناه وكل شيء معقول نعيشه، لأنه الجوهر بيبقى والمظاهر كلها بتفل وكلها بتزيل. يعني نحن لازم نضلنا مركزين على الجوهر، على العائلة، على الأولاد، على التربية الصالحة، لأنه هي اللي حتعطي جيل صالح للمستقبل، للبنان المستقبل. ختاما أعزائي المستمعين، طبعا بقولكم المسيح قام وحقا قام. بشكرك ساندرا على حلقة المميزة، ساندرا خلاط وبسمة، ونتأمل لقائنا نحن وياك يتجدد قريبا بكتير من بسمات اللبنانيين إن شاء الله. وبدي أقول